لو انت هتتجوز اجنبيه في بلدك ليها اوراق، ولو انت هتتجوز اجنبيه في بلدي ليها اوراق. الاوراق بتختلف يا جماعه، سواء هتسافر ليها او سواء هي هتجي لك بلدك. تابع الفيديو. السلام عليكم يا جماعه. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ازاي تتعرف على زوجه اجنبيه، واتكلمت عن الفرق بين الزوجه الاجنبيه والعربيه، واتكلمت عن تكاليف الزواج. النهارده الفيديو مختلف يا جماعه. النهارده انا هكلمك على اوراق المطلوبه من الزواج من اجنبيه، سواء انت هتتجوزها في بلدي وسواء هي هتنزل لك بلدك. ايه الاوراق اللي لازم تعملها؟ ماشي، ولكن تختلف الاوراق من بلد الى بلد. يعني مصر غير المغرب، غير تونس، غير الامارات، غير اي دوله، كل دوله بتختلف يا جماعه في الاوراق. ولكن احنا هقول لك على نصايح جامده جدا جدا، وهقول لك على خلاصه الكلام اللي هتعمله، وما بتحتاجش لاي حد خالص. اسمع مني يا صاحبي. اول ما الزوجه تنزل لك بلدك، هنتكلم عن الزوجه تنزل لك بلدك الاول، انا هتكلم عن مصر يا جماعه. اول ما الزوجه تنزل لك بلدك لازم تستناها في المطار وتاخدها تتجوزها عند محامي. دي اول حاجه. ليه عند محامي؟ لانك انت بتثبت ان هي معاك، مش بتمشي معاك، بتروح معاك، بتيجي معاك، تثبت ورق عرفي، تتجوزها عرفي عند محامي. دي من ضمن الاوراق المطلوبه. استنى عليا شويه. تتجوزها عرفي عند محامي. المحامي الجواز العرفي هيكلفك عند محامي حوالي 600 جنيه 700 جنيه، تختلف من محامي الى محامي. ليه عملت العقد ده عند محامي؟ عشان تثبت للعالم كله وهي ماشيه معاك، جايه معاك، ان دي مراتك بالعقد العرفي. بوليس مسكك بتاع، انت واخد بالك؟ ولكن دون ابتداء عشان تعمل العقد الرسمي، فقط العقد العرفي دون عشان وهي ماشيه معاك رايحه السفاره، رايحه مش عارف ايه، تطلع الورق العرفي تقول له، تقول للناس دي مراتي. بعد كده يا صاحبي تاخد الزوجه تروح على سفاره بلدها. تعمل ايه في سفاره بلدها؟ تجيب خطاب عدم ممانعه مختوم من سفاره بلدها. ده من ضمن الاوراق اللي هتحتاجها. ماشي، يبقى معاك وقت العقد الجواز العرفي ومعاك شهاده الممانعه من السفاره بتاعت الزوجه. بعد كده يا صاحبي بتاخد الزوجه الاجنبيه وتروح تعمل فحص طبي في مستشفى حكومي يكون مختوم، يعني في مستشفى حكومي يكون مضمون، وتختم الورق الفحص الطبي انت وهي ان انتوا خاليين من جميع الامراض المعديه. ماشي، يبقى ده خلصنا الورقه الثالثه اللي هو الفحص الطبي، ده مهم جدا جدا يا جماعه. بعد كده يا صاحبي بتاخد الزوجه وتروح على مبنى الجوازات بالورق اللي معاك، بشهاده العرفي، الفحص الطبي. بتعمل للزوجه فيزا 6 شهور، عباره عن مختومه في جواز السفر بتاع الزوجه. فيزا 6 شهور لازم تعملها. بتعملها ازاي بقى؟ بتاخد صوره جواز الزوجه بتاعتك والفحص الطبي وختم اخر دخول للزوجه. ماشي، وصوره الاختام داخل جوازات سفر الزوجه، يعني سافرت المانيا، سافرت فرنسا، سافرت تل ابيب، مش ما علينا. المهم تاخد جميع الاختام ديت، تصورها مع الفحص الطبي وتطلع الجوازات. هتعمل لها فيزا 6 شهور، مهم جدا المعلومه دي، خلي بالك. هتعمل لها فيزا 6 شهور. ماشي يا صاحبي. بعد ما تعمل الورق ده كله يا صاحبي وتخلص الفيزا 6 شهور بتاعت الزوجه او الفحص الطبي والاوراق دي كلها، بتطلع على تعمل عقد الجواز الرسمي وهو في وزاره العدل. بالنسبه للمصريين في وزاره العدل، معرفش في الدول الثانيه بيكون فين، لكن المصريين في وزاره العدل. بتاخد جميع الاوراق اللي انا قلت لك عليها ديت واوراق ليك. ايه الاوراق ليك بقى يا صاحبي؟ صوره جواز سفرك، صوره البطاقه الشخصيه، انت معاك الفحص الطبي طبعا، شهاده القيد الفردي بيطلع من العباسيه في مصر، معرفش بقى في الدول العربيه ازاي، اسمها شهاده القيد الفردي. شهاده القيد الفردي بتعملها، وشهاده اللي هي شهاده العزوبيه يا صاحبي. ماشي، وفي معلومه مهمه جدا على فكره يا جماعه، لازم انتوا الاثنين تكونوا فوق سن 18 سنه. لو اقل 18، لو اقل من 18 سنه انسى الموضوع خالص، انسى موضوعك نهائي. لازم تكونوا سن القانون انتوا الاثنين، الزوج والزوجه، فوق السن 18 سنه، مهم جدا. بتاخد الاوراق اللي قلت لك عليها ديت يا صاحبي، شهاده العزوبيه والفحص الطبي واوراق الزوجه، وتطلع على فين؟ على وزاره العدل عشان تعمل عقد الجواز الرسمي. وانت في وزاره العدل يا صاحبي بتاخد الاوراق دي كلها، بكون معاك الزوجه ماشي، وتكون معاك 2 شهود عشان يشهدوا على عقد الزواج بتاعك. وفي وزاره العدل بقى هناك بتتقابل ناس كتير، وانت في الاستراحه بتعرفوا على بعض، الاوراق معرفش ايه، ختمت منين، وثقت الورق منين، ترجمت الورق فين، ما تقلقش. وزاره العدل هتلاقي ناس بالهبل،
اللي متعرف على واحده من رومانيا، واللي متعرف على واحده من المانيا، واللي متعرف على واحده من اسبانيا، هتلاقي ناس بالهبل ما تقلقش. حتى وانت في وزاره الخارجيه بتختم الورق هتلاقي ناس كتير وهتتعرف وهتعرف باقي الاوراق. ماشي يا صاحبي؟ وانت في وزاره العدل بعد ما تخلص وتستلم عقد الجواز الرسمي ماشي من وزاره العدل، تطلع على وزاره الخارجيه تختم عقد الجواز وتوثقه من الشهر العقاري الاثنين، وزاره الخارجيه والشهر العقاري. اسمع مني كلام مهم جدا جدا، مش هتسمعه من اي حد في اي قناه. طيب يا صاحبي، لو انت هتتجوزها في بلدها بقى، انت هتسافر ليها وتتجوزها في بلدها، اول حاجه لازم تكون معاك تاشيره سياحيه او تاشيره دراسيه، يعني يكون معاك اي اثبات انك دخلت البلد. طيب لو ما معكش اثبات، اي اثبات انك دخلت البلد، تقدر تتجوزي؟ ايوه يا عم تقدر تتجوزي، لو انت داخل حتى تهريب ماشي او قدمت لجوء، بس لازم يكون معاك ورقه اللجوء. ماشي يا صاحبي؟ ايه الاوراق المطلوبه بقى؟ جواز سفرك يكون مختوم ومترجم يا صاحبي، ماشي؟ جواز سفرك يكون مختوم ومترجم، شهادة الميلاد بتاعتك تكون مختومة ومترجمة، صورة التأشيرة بتاعتك، وآخر دخول ليك للبلد، ماشي؟ سواء تأشيرة سياحية أو دراسية أو زي ما قلت لك. الفيش والتشبيه يا صاحبي اللي هو السجل الجنائي أو شهادة عدم محكومية، ويكون مختوم ومترجم برضو، خلي بالك. الفحص الطبي، الفحص الطبي بتعمله انت وهي في بلدها عادي يعني من اي مستشفى، عرفت؟ بس لازم يكون مستشفى حكومي، وكله لازم يكون مترجم يا صاحبي، الاوراق لازم تكون مترجمه كلها. وبرضه يا صاحبي لازم يكون في 2 شهود، ولازم تكونوا انتوا الاثنين فوق سن 18 سنه ماشي، وبتروح البنك تدفع رسوم بسيطه خالص وتاخد كود، هو معروف كود الزواج معروف في البنك، هو اصلا البنك لو انت دخلت البنك قلت له عاوز كود زواج معروف، تدفع رسوم بسيطه ويديك الكود ورقه مختومه كده. زي ما قلت لك يا صاحبي الاوراق كلها سهله، خدت بالك؟ وتقدر تتجوز سواء دخلت سياحه، سواء دخلت دراسي، سواء دخلت تهريب، سواء دخلت وقدمت لجوء، بتاخد حاجه اسمها ورقه من وزاره الهجره مختومه بموجب اللجوء بتاعك بتتجوز بيه، خدت بالك؟ طيب في حاجه انا نسيت اقولها، لو انت انت اتجوزتها في بلدك ماشي وخلصت الاوراق، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تقدر تسافر معاها عادي يا صاحبي، بتروح على السفاره بتاخد تاشيره الاقامه. ماشي يا صاحبي؟ ما تقلقش من اي حاجه، انت بس ظبط الورق واعمل ورق وما يهمكش من اي حاجه. ولو محتاج اي حاجه يا صاحبي اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك، انا مش طالب منك حاجه غير انك تعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو علشان نستمر. وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش أنا علاء الدسوقي، مصر عايش في أمريكا الجنوبية، اشتركوا في القناة هنلف العالم مع بعض.